هناخد بقى صورة جماعية. صورة جماعية. مش هنتكلم على قيمته بقدر ما هنتكلم على انه بداية لعودة العلاقات ما بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وما بين بنك التنمية والائتمان الزراعي. مش احنا ما كناش مخاصمين بعض، بس يعني عودة العلاقات بشكل مكثف يعني يخلينا احنا كلنا يعني نفخر بيه ويليق بمقام البلد. يعني البلد دي بلد طول عمرها بلد زراعية. سياسة الدولة كلها والتوجهات الاستراتيجية للسيد الرئيس هو عودة مصر على خريطة الزراعة من تاني. فما ينفعش كيانين زي الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية والائتمان الزراعي ما يكونوش ايديهم في ايدين بعض في اليومين دول. بداية طبعا نصل للسؤال الأمين عام، بنشكرك طبعا على تجاوب كبير والأستاذة اللي فيه طبعا كنت بقول لزملائي دائما بنتابعهم يعني دائما يعني مش من النهارده يعني ده فترة طويلة يعني وأنا شخصيا مرتبط بالصندوق ده من أول ما أنشئ. يعني أعتقد إن الزملاء القدام في الصندوق الاجتماعي كنت أنا من أول المروجين لتعاملات الصندوق الاجتماعي. يعني كنت بطلع الدورات أيام الدكتور حسين الجمال وأيام ما أنشئ الصندوق مع زملائي القدامي القوي، كنت بطلع معاهم الدورات دي إن إحنا نعمل دعاية للصندوق الاجتماعي. فأنا يعني مرتبط بالصندوق الاجتماعي للتنمية ده من أول ما أنشئ يعني. لكن طبعا في ظل وجود الأستاذة سهى والأستاذة نفيم وزملائنا كلهم حقيقي هم عايزين يعملوا نقلة للصندوق وعملوا حاجات كتيرة وفي توجه فعلا بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة من فترة طويلة. وأعتقد الدولة حاليا يعني في إطار أكثر داعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.